إنه الله عز وجل. لو يتعذب العبد المحب لله عز وجل فإنه لا يبالي بعذابه. هذا بلال يجر على الرمضاء، يضرب ويجلد ولا يبالي، وهو يقول أحد أحد، إنه الله جل وعلا. عروة بن الزبير قالوا سنقطع رجلك، أصابتها الآكلة، فلو شربت خمرا حتى تتحمل العذاب، قال لا، لكن دعوني أصلي، فإذا صليت فاقطعوها. تعلق قلبه بالله فلم يشعر بالألم. المحب لربه لو يجلد، لو يقطع، لو ينشر بالمناشير، لو توضع فيه المسامير، لو يحرق بالنار، فإنه لن يبالي، لأنه الله جل وعلا. خبيب بن عدي قبل أن يقتل ماذا قال وهو مصلوب بمكة؟ قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب في الله كان مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك في أجزاء شلو ممزعي، إنه الله. ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إنه الله. الله يا الله، الله يا